السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي، طريقة جديدة جدا للفراخ بس طعمها وهم. لو جربتوها بجد هتحبوها قوي قوي، واي حد هياكل منها هيسألك الطريقة انتي عاملاها ازاي. قبل ما نروح نشوف الفيديو بتاعنا، لو اول مرة تشوفوا القناة عندي ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وكمان لو مش مشتركين ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد انا بقدمه. تعالوا بقى نروح نشوف المقادير والطريقة ايه. حطيت الصينية بتاعتي على البوتاجاز والنار تكون عالية، وهحط فيها معلقتين من الزيت وهسيبهم يسخنوا كويس جدا، تمام. وبعدين هنزل ادي للفراخ صدمة كويسة قوي قوي. بسم الله. بعد الفراخ بتاعتي ما اخدت صدمه كويسه كده من على الجنبين، الوش ده والوش التاني، هبتدي ان انا اشيلها دلوقتي من الصينيه دي في اي طبق كده. نفس الصينيه اللي كان فيها الفراخ هنزل بخمس بصلات كبار متقطعين جوليان او متقطعين جوانح. عايزه اقول لكم البصل نفسه بقى هتحبوه اكتر من الفراخ كمان، بيكون طعمه حلو قوي. وهشوح فيه كده، النار بتاعتي متوسطه مش عاليه قوي ومش هاديه قوي. خلاص هحط مع البصل ده معلقه كبيره مليانه من السكر، معلقه كبيره من السكر علشان عايزه البصل ده يتكرمل معايا وياخد لون بني حلو. خلاص كده البصل اتكرمل معايا، هي دي المرحلة اللي انا عايزاها. بصوا لونه بقى حلو قوي. طيب دلوقتي بقى هنزل بقطع الفراخ تاني، وهحط عليها البهارات بتاعة الفراخ والفلفل الاسود والبابريكا والجنزبيل والبصل البودرة والثوم البودرة، كل التوابل اللي معايا. وهحط كمان معلقة صغيرة من السكر، ما تستغربوش السكر هو مش هيخليها مسكرة ولا حاجة، بس هيديها طعم حلو جدا. وهحط الملح كمان، وهديهم كده تقليبة مع بعض كويس، وبعدين احط عليهم كوباية مية. خلاص هحط بقى كوباية من المية، بسم الله الرحمن الرحيم، وهغطيها وهسيبها تستوي كويس قوي. طيب بعد ما تستوي وتشرب كوباية المية، لو انا لقيتها لسه نية ما استوتش هقوم جاية مزوداها كوباية مية كمان، شوية صغيرين مش شوية صغيرين، علشان يبقى فيها صوص كده حلو وفي نفس الوقت تكون مستوية وجميلة قوي. بعد ما تستوي بقى هوريكم شكلها وهقولكم انا هعمل فيها ايه تاني. بعد بقى ما اتاكدت ان الفراخ خلاص استوت كويس جدا، خلاص والصوص بتاعها تقل وبقى مركز كده بالشكل ده، لو حابين الصوص يبقى زي ما انا بحبه في المرحله دي خلاص، لو حبيتوا ان انتوا تبخروا الصوص اكتر من كده هتعلوا النار لغايه ما الصوص ده يتبخر وبرده يقل عن كده شويه وخلاص. دلوقتي بقى هدخلها تحت الشوايه مش الفرن، هقيد الشوايه بس لغايه ما تاخد لون كده من على الوش، وكده تكون جاهزه معايا. خلص الفيديو بتاعنا النهارده، وده شكل الفراخ بعد ما اخدت لون تحت الشوايه والصوص اللي تحتها طعمه تحفه بجد. هيفيدكم كتير لو ما جربتوش الوصفه دي. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.